من أعلى سطح معبد دندرة، نوريكم المزاريب اللي صنعها المصري القديم لتصريف المياه. هي دي المزاريب، ادي واحد اهو على السطح. وادي اتنين، وادي اتنين اهو. مزاريب لتصريف المياه. هي ايه الابواب دي؟ معلش ايه الابواب دي؟ دي ابواب وهميه. وهمية؟ ده مسراب تالت اهو لتصريف المياه من ايام القدماء المصريين. زي الدور عندنا بتاع اللي هو اسمه ايه؟ هو عاملها طبيعي. دي ابواب مهمية. هو كان الجدران دي الرومان عاملينها؟ لا، القدماء المصريين وتم الرومان تطويرها. وادي مزراب اخير. ايوه المزراب، انا قلت عن المزراب اللي احنا عندنا العادي. لا، ده من ايام القدماء المصريين. استنى نصور. ده الرابع. كان معكم عارف يوسف، شكرا جزيلا.